بعض العلماء هكذا يعني شخص زاهد الوالد رحمة الله تعالى عليه توفي وكان إرثه لنا إحنا الأبناء واحد نظارته اللي شوية مكسرة أيضا كانت وملابسه وبعض الكتب وشي من هالقبيل وعنده طاولة أيضا اللي السنين كان يستفيد منها مكسورة ومرممة عدة مرات. هذا الإنسان ذكي ليش؟ لأنه يعرف لم يخلق للدنيا وإنما خلق للآخرة، فرمم وعبد آخرته، عبد الطريق لآخرته.